سؤال دابا، هذا السؤال فيه دابا الشق الاول. الشق الاول متعلق واش حنا فهاد المبادره مسموقعين مع او ضد ولا كذا، وكاين طبعا الشق الثاني هاد القضيه ديال السيارات ولا كتائب ولا كذا، وكاين الشق الثالث اللي متعلق هاد الائتلاف ولا هاد المبادره شحال ملتف من حولها من الاطار. انا ما يسمح لي مولاي احمد انا عندي جواب على السؤال الاول ولا الشق الاول، ويتكلف هو بالشقين الاخرين. الشق الاول هو احنا في هذه المبادره ما متموقعينش لا مع بو 20 ولا ضد بو 20، احنا مازال تنسطروا بالاحمر على القرينه ديال البراءه الكل بارد طالما القضاء ما قالش الكلمه ديالو الفصل. القضيه ديال علاش تموقعنا الجانب المشتكيات ولا المصرحات، مثلا نعطيك انا مثال بسيط جدا. احنا مثلا في عملنا اليوم داخل النقابه مثلا ديال الصحافه، صحفي تيتعرض لتجاوزات داخل المؤسسه ديالو، سواء يكون صحفي سواء صحفيه. هذا الصحفي ما يكفيش يعيط لنا بالتليفون يقول لك انا عندنا مسطره، تنقول له واش انت متضرر؟ واش هناك تجاوزات؟ واش هناك مس بحقوق؟ دير لنا شكايه مكتوبه. ان فوا تيدير شكايه مكتوبه، حنا على ارضيه هذيك الشكايه خصنا نتموقعوا، بمعنى واحد الجمله من المساطير تتحرك، يمكن نراسلوا المؤسسه، يمكن نعيطوا على المسؤول الاول في المؤسسه، يمكن نديروا شكايه للمندوبيه، يمكن 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 يمكن. راه تقريبا على هذا المستوى بالنسبه للتعامل ديالنا احنا مع المشتكيات والمصرحات على هذا الاساس تعاملنا. ما دام هناك شكايات، ما دام هناك مصرحات، ما دام تيتم الاعلان بان هناك ضرر، هناك مس بحقوق الانسان، عمليا ولا اوتوماتيكيا حنا تنشوف راسنا اليوم بانه خصنا من ذاتنا وتلقائيا نحركوا هذا سميتو، اي المساله طبيعيه ما فيها لا هذه ولا هذه. يكون نقدروا نتصوروا كون مثلا هذه القضيه ديال بو 20 ما كاين لا مشتكيه ولا مصرحه، كان يمكن يكون التعامل على مستوى اخر من ذاك الموقع. انا هذا السؤال ديالي في الشق الاول، والشقين راه سي مولاي احمد راه يتكلم باش ما عرفتش، يمكن انا هو سؤال مزيان هذا يطرح لي في هذه المناسبه نوضحوا فيه شي حوايج، لانه بالفعل كانت نشرات بعض الصحافه، ويمكن الجلسه الاولى اللي كانت بانه النقابه نصبت محامي، كاين اللي واقيلا كاع مشى اكثر من ذلك، بانه يمكن كاع النقابه داخله ما عرف شي برنامج ما نعرف اش شنو، بحال تيخليك تفهم بان النقابه واخده موقف محسوم في الامر كذا هذا، بينما النقابه نهار طرح المشكل المبادره الاولى اللي قامت بها النقابه هو فاش كان التحقيق جاري في الفرقه الوطنيه، كانوا طبعا القياده ديال النقابه كانوا ثلاثه ديال الزملاء، كان السي عبد الله البقالي، يونس مجاهد، كانت حنان رحاب راه يمكن حاضره معنا، بون اعتقال ديال ناشر كذا في مؤسسه تتشغل مجموعه ديال العاملين، ما يمكنناش حنا على الاقل كانت هذيك المبادره باش نعرفوا اش واقع اش جاري كذا، لانه بدات تما الصحافه تتكلم وكل واحد كيفاش صيغته باش كذا هذا الى اخره. من بعد طبعا بالنسبه للنقابه دارت البلاغ ديالها اللي يمكن واقيلا راه الكل طالع عليه وكذا وكذا، اللي كانت فيه واضحه اي بنات موقف بانه هذا ملف غايبه فيه معطيات اللي عديده ومتعدده، وبالتالي كنقابه هي ماشي سلطه اتهام، هي ماشي هيئه قضائيه، وبالتالي المفروض فيها كاطار كيمثل الجسم الصحفي هي تتابع القضيه عن كثب اول باول، تجمع المعطيات اللازمه، ولكن مع التشديد بان يجب توفير جميع الشروط لمحاكمه عاليه، محاكمه عادله، وبالتالي يجب الاقرار بقوه بقرينه البراءه، ويجب حمايه الخصوصيه والاعراض ديال الناس، لا بالنسبه للمتهم في هذه القضيه ولا بالنسبه للضحايا المفترضين. هذا هو الموقف اللي كان ديال النقابه، واللي لا يعني هذا بانه موقف نهائي او اولي او لا، تبقى مفتوح المتابعه على اساس تبان المعطيات الجديده في الملف. القضيه ديال الانتصاب مساله اللي غاديه منطقيه مع الروح ديال البلاغ، يمكن ما نعرف واحد المحامي بان له بانه يمكن قريب هو النقابه كذا، وبانه قضيه فيها صحافه ولا فيها كذا، يمكن، ولكن جد صحيح على لسان رئيس النقابه ما كاينش تنصيب رسمي
ما كاينش تنصيب رسمي لسميتو. عاد واحد القضيه هنا، حنا راه ما عرف كان قبيله طرحها علي، دابا حنا في مبادره واخا فينا حنا زملاء تاع المرصد الصحافه وفي اطار مثلا بحال النقابه، حنا راه مثلا نتلوش النقابه هنا اتونسيون، راه الا حاضرين بصفتنا الحقيقيه كمهنيين وي، ولكن كمسؤولين في النقابه لا. حنا سميتو لان النقابه دوات عطات مواقف رسميه كذا هذا، حنا فقط هنا كمهنيين او كحقوقيين يمكننا نوضحوا شي حوايج، يمكن نصحوا شي حوايج الا كان بالفعل، اكثر من ذلك ما عندناش الصلاحيه.